حنا بكم نفخر ونعتز ونزود ونماري العالم على رؤوس الأشهاد. ما قد تمنيت إني أكون موجود إلا على حد الوطن عين صياد. أهلا بكم متابعينا الكرام في برنامجكم فرسان الحزم في هذه الأجواء الرمضانية من هنا من الحد الجنوبي وفي الخطوط الأمامية في موازاة ومحاذاة مدينة حرض اليمنية. عقيد ناصر، نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير ان شاء الله تعالى. وانت بصحة وسلامة، وكل عام وانتم بخير. أجواء رمضانية مختلفة حقيقة نعيشها في معكم في هذا الموقع الحدودي المتقدم. أولا، كيف هي مشاعركم كقائد لهذه القوة موجودة الآن في الخط الأمامي في هذه الأيام المباركة الفضيلة؟ طبعا بصفتي الآن هنا زي ما تفضلت كقائد، أنا بمثابة الأخ والصديق قبل ما أكون قائد. أنا أحاول أني أكون علاقة تربطني بيني وبين هذا المقاتلين، لأن حياته مرتبطة في حياتي وحياتي مرتبطة بحياته. كم سنة لك ما شاء الله؟ لي الآن تقريبا 3 سنوات من بداية الأزمة إلى الآن وأنا موجودة على الحد الجنوبي. في رمضان بالتأكيد تتواصل مع الأسرة، من وين ساعة العقيدة أنت؟ من مدينة الرياض. من الرياض. صحيح، ولكن معوض هذا، صحيح أني أفتقدهم وأشتاق إليهم، ولكن واجب الوطن فوق كل شيء. صحيح أني أشتاق لأولادي والأهل، ولكن واجبنا هنا يحتم علينا أن نكون متواجدين علشان هم يسعدون وينعمون بما هم الآن فيه من راحة بال وسعادة. أكيد فخورين فيك في الأيام. صحيح، ما في شك، يعني هذا واجب، وفخورهم بي واعتزازهم هذا يدل على أنه العمل اللي أنا أقوم فيه عمل بطولي ومشرف. رسالة مباركة لهذا الشهر الفضيل قبيل غروب شمس هذا اليوم، تحب تقدمها لمين من الأهل ومن أيضا الأصدقاء لو حبيت أبو عبد الرحمن؟ أقدمها أول شيء لوالدتي، الله يخليها ويطول لي بعمرها، يعني بركاتها ودعاها هو اللي وصلني لهذا المكان. دائما دعواتها بعد صلاة كل فجر، الله يسخر لك منه أقوى منك، فهذه الدعوة هذه هي ما جعلتني أصل لهذا المكان وهذا الفخر. يعني ما أدري شو أقول لك، لكن والدتي فوق مقام كل شيء. مشتاق للوالدة، واضح عليك التأثير. صحيح والله، ما حد ما يشتاق لأهلها، وخاصة إذا الأم حلوة اللبن فالواحد يقف وتخنق العبرات في التكلم أو التعبير عن الأم. إذن متابعين الكرام، يعني الآن في هذه اللحظات حاول من خلال الزملاء أيضا المصورين، سننتقل إلى الأبطال الموجودين الآن في أعلى الموقع، و أتمنى من الزملاء المصورين أنه الآن يعني ينخفضون شوي حسب تعليمات سعد العقيد. السلام عليكم. كما تشاهد الآن العدو يبتعد عن دشمنا مسافة تقريبا 500 إلى 600 متر. يتم مراقبة العدو واستهدافه مباشرة عند تحركاته. هذه قبل كل شيء حدود وطن، ولن نسمح لأي كائن من كان بالاقتراب. نعم، احنا درع لهذا الوطن، فلن نسمح بهذه الأشياء. كفو. أنا لاحظت أنه فيه طائرة فانتوم أو درون صغيرة يتم استفادة منها في عملية المراقبة. صحيح. تعطينا فكرة عن هذا الاستخدام التقني لهذه التقنية؟ طبعا هو ادخل هذه منظومة الطيران التكتيكي اللي بدون طيار لغرض اللي هي متابعة تحركات العدو في الدشمة وفي خنادقه
إذا كانت قريبة في مدى نيراننا المباشرة وغير المباشرة يتم التعامل معها مباشرة، واللي هو استهداف العدو والقضاء عليه. السلام عليكم. غبرنا عليك، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. الله يعافيك. باسم الكريم. سلمان شعي القحطاني. حياك الله أخوي سلمان. الله يعافيك الوجه. سلمان كل عام وأنت بخير. بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. من وين يا سلمان؟ من أبهار. إيش تحب تقول للأهل والوالدين والأبناء؟ مسي عليهم بالخير ومبارك لهم بالشهر الكريم، والله يديم الأمن والأمان على بلدنا وعلى الشعب. فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم بوجودكم ووقفتكم في هالمكان. بإذن الله نحن نحمي الحد ونحمي مقدساتنا بإذن الله. بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله يكتب لكم أجر الرباط في سبيل الله والوقوف في هذا المكان، وأيضا أجر الصيام في سبيل الله في هالأيام. الله يجزاك بالخير، والله يكتب أجرنا وأجركم وأجر كل مسلم. آمين إن شاء الله. وش المهمة اللي تقوم فيها الآن؟ والله مراقبة العدو ونتابع تحركاته، وفي حال أنه كان على مدى نيراننا نتعامل معه، وإذا كان بعيد من مدى نيراننا نبلغ القيادة وهم يتعاملون بالمدفعية وبالأسلحة غير المباشرة. احنا نسمع صوت المدفعية الآن. صحيح. في مواجهة. أكيد ما ترمي المدفعية على بلاغات، على أحداثيات وعلى مشاهدات. الملاحظين يبلغون ويتعاملون. هل لاحظت أنه مثلا في مثل هذا الوقت في رمضان عشان وقت الإفطار يحاولون استغلال هالوقت هذا؟ هم يستغلون الأوقات الميتة مثل وقت الفطور، وقت الظهيرة، يحاولون يستغلونها، ولكن إن شاء الله نحلهم بالمرصاد في أي وقت صاحي. أنت فطورك بيكون هنا؟ بإذن الله. الله يقويكم. ومن يقول يا سلام الله يوفق دمك ولا يهين. حنا نشوف الأخوان يقولون نخفضوا شوية، فيهم عندهم في قناصة عندهم متابعين. في قناصة موجودة أمامنا، ونتعامل بحذر، يعني حركتنا تنقلنا يكون بحذر. تسمح لنا ناخذ لقاء مع زميلكم؟ تفضل استريح. الله يعطيك العافية. تعرف باسم الكريم؟ محمد يحيى النجعي. حياك الله أخوي محمد، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. كل عام وأنت طيب. من وين أخوي محمد؟ من جيزان. من جيزان؟ نعم. من وين من جيزان بالضبط؟ جهة هروب. تقول للأهل اليوم في هذا اليوم المبارك الفضيل وفي هذه اللحظات؟ كل عام هم بألف خير وشهر مبارك علينا وعليكم. الله يعطيك العافية ويقويك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حقيقة فخورين بأن اليوم نكون معكم في هاللحظات. يمكن واضح التعب والإرهاق عليكم من خلال وجودكم في هذا اليوم، صائمين مرابطين وصابرين إن شاء الله تعالى. والله الحمد لله، ربك ييسرها، وحنا الأسعد بوجودكم. مصورين إن شاء الله. أنا إن شاء الله. بإذن الله. الله يقويك. إذن متابعين الكرام، في هذه اللحظات نحاول الحركة، طبعا الحركة شوي صعبة، نحاول نتحرك في هالموقع ونلتقي بأحد الأبطال أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يحييك ويعطيك العافية، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت طيب إن شاء الله. عسى الله يعيد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. الرقيب أول محمد بن علي الشهراني. حياك الله أبو علي، وكل عام وانت بخير، واحنا اليوم سعيدين ومشرفين ان نكون معك. واحنا والله بس برضو سعداء، وحياكم الله جميعا، ونرحب بكم هنا في معاقل الرجال على حدود الوطن الغالي، ومرحبا بكم. ما شاء الله عليك، اشوف بالذخيره والاستعداد والسلاح. مستعدين وحريصين، كل الحرص، امامنا عدو ولازم نكون حريصين وواعين وماخذين احتياطاتنا كلها. كيف أجواء رمضان معكم وصيام ونهار؟ يمكن الجو حار شوية في النهار. والله الجو حار ونحمد الله، صابرين محتسبين ونحمد الله على كل حال، وربنا إن شاء الله بيفرجها إن شاء الله. كثير من اللي التقيت فيهم من جنودنا البواسل وعلي يتحدثون عن الثبات اللي موجود سبحان الله، اللي الله سبحانه وتعالى يكتب لكل مقاتل موجود على الحد الجنوبي. تحدثنا عن هذا الجانب في هاليوم، في هالساعات، يمكن ساعات استجابة الدعاء في أواخر هذا اليوم من هذا الشهر المبارك الفضيل. والله نحمد الله، حنا يا طول عمر محتسبين ومدافعين عن عقيدتنا، عن مقدساتنا، عن وطننا، عن حكومتنا، عن كافة الشعب السعودي، وبالعكس مسرورين بهذا الشيء. من وين أبو علي؟ أنا من خميس مشيط. خميس مشيط. أكيد مشتاق للأهل. والله مشتاقين، ولكن إن شاء الله نلقى فرصة نحن نزورهم إن شاء الله بإذن الله. تواصلت معهم في أيام هذه المباركة وباركت لهم في رمضان؟
اي والله تواصلنا معهم وباركنا لهم بالشهر الفضيل، ونسأل الله ان الله يعود علينا وعليهم بالامن والسلام ان شاء الله. الحماس ارتفع عندي وعند جميع الساد الزملاء ايضا المصورين وطاقم برنامج الاخباريه فرسان الحزم، وسعدنا بوجودنا معكم، نشعر بالحماس والفخر والاعتزاز فيكم. والله لنا الشرف اولا بزيارتكم، وزيارتكم دعم لنا على الحد، ونحمد الله احنا ما دمنا ندافع عن عقيدتنا فبكل عزم وبكل اصرار، ما عندنا اي مشكله. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. انتم تتناوبون في وقت الافطار، في ناس بتقعد هنا وناس تشاركنا في الافطار. نعم صحيح، ناس تراقب وهذا وناس تفطر كذلك، توقات اداء الصلاه نفس الشباب متعودين على الوضع، والحمد لله على كل حال. الله يقويكم ويعطيكم العافيه جميعا ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. ونحن الان في دشمه ارضيه مع المقدم ناهس المطيري. مقدم يعطيك العافيه. الله يعافيك ويحييكم ان شاء الله. في هاللحظه شيء يقول المقدم ناهس عن وقوفه وصيامه ورباطه في سبيل الله في هذا المكان. اولا نحمد الله عز وجل، احنا في دوله التوحيد ولا نرضى لاحد ان يعتدي على حدودنا لو شبر، قد قالها خادم الحرمين حفظه الله، لا نعتدي على احد، ولكن من يعتدي علينا أو من تسول له نفسه بالاعتداء على حدودنا لن يجد إلا الموت على الحد. أما بالنسبة للإفطار فكما تشاهد المعنويات عالية، حنا في رباط وفي دفاع عن الوطن، ونحمد الله ونشكر على كل شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله افطرنا، الله يكثر خيركم، والحمد لله من أجمل الإفطار الرمضاني اللي نقف فيه، يعني الحمد لله رغم مواجهات ورغم يمكن التحدي الآن موجود، لكن بوجود الأبطال موجودين في هذه اللحظات تناولنا الإفطار وسط هذه الأصوات، أصوات المدافع وأصوات الطاقات النارية، لكن الحمد لله نشعر بالأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوجود هؤلاء الأبطال. معنا الآن المقدم رائد ناصر صويق، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. أنتم بخير وصحة وسلامة، نرحب فيكم أجمل ترحيب، ونبارك للأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك، جعل الله شهر خير وبركة وتمكين ونصر للإسلام والمسلمين. أجواء رمضانية وإفطار رمضاني مختلف صراحة. صحيح، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذه تمام للفرحة وجودكم اليوم ووجودنا في هذا الثغر للدفاع والذود عن حدود الوطن الغالي. حياكم الله. الله يبقيك طول عمرك. من وين مقدم؟ من الخارج طال عمرك. نعم، من الخارج الولادة والهوية في كل مكان للوطن بالتأكيد إن شاء الله. يعني جميل، ناس من حفر الباطن، من الرياض، من جازان، من كل مناطق المملكة تجتمع هذه القوات لتلبي النداء دفاعا عن الدين ودفاعا عن هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته. صحيح، كل أبناء المملكة السعودية نسيج واحد ويمثلون جسد واحد في جميع الأطراف وجميع الأماكن وجميع المدن، هم يمثلون المملكة العربية السعودية. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. حياكم الله ونرحب فيكم في هذا الموقع المتقدم لجنودنا البواسل. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات وهذه اللحظات المباركة
أن يمكن لهم بالنصر إن شاء الله تعالى. أنا سمعت الآن وإحنا قاعدين نفطر توجهون أنه فيه استعداد الآن للمراقبة الليلية. صحيح، هذه نوع من العمليات هي المراقبة الليلية، والزملاء يقوم بها يقومون فيها على أكمل وجه ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله تبارك. بعد الإفطار أحس إنه السواليف بالنسبة لي ما عندي مشكلة، يمكن الآن ابتلت العروق الحمد لله وذهب الظمأ، وإن شاء الله ثبت الأجر من عند الله سبحانه وجل في علاه. الحديث صار يطول وصار ودي والله أسأل أسئلة كثير يعني، لكن الآن معنا أيضا أحد الأبطال المراقبين المتابعين المرابطين اللي كان يستخدم في لحظات قبل الإفطار. الآن عملية التوزيع، تعرف عليك أول شيء. معك الرقيب أول هادي المغفوري. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أنت كنت في المراقبة وإحنا وقت ما كنا نصور قبل الإفطار، كيف الأجواء اللي تعيشها وأنت في الحد الجنوبي صائم وقائم إن شاء الله تعالى ومرابط في سبيل الله؟ الحمد لله، الأمور طيبة والمراقبة طيبة، ونسأل الله الأجر والثبات والنصر إن شاء الله لمملكتنا الغالية بإذن الواحد الأحد بإذن الله. من وين أخويا؟ من منطقة جيزان محافظة الحكامية. الله يعطيك العافية. بالتأكيد يعني احنا اليوم فخورين حقيقة بوجودنا معكم، فخورين فيكم. كيف هي مشاعر الأهل والأسرة والأبناء؟ لا الحمد لله أمورهم طيبة، هو إن شاء الله أنا سبق وأصبت في هذا الموقع ورجعنا إن شاء الله بمعنويات عالية أفضل من سابقا، والحمد لله أمورهم طيبة الأهل، وإحنا أمورنا طيبة والزملاء طيبين، وما علينا ما غير ندهر العدو بإذن الله. بإذن الله تعالى. هذا شرف لنا أول شيء أنه إحنا نكون معك في هذا المكان، وشرف أيضا أنه أحد الجنود الأبطال المصابين اللي دائما كنا نلتقيهم في برنامج فرسان الحزم، وتكون أمنيته دائما أنه يعود إلى الحد الجنوبي. هذا الآن مثال حي لأحد الجنود الأبطال اللي أصيبوا وثم عادوا. فين كانت إصابتك الأول؟ إصابتي كانت في كنت ملاحظ أمامي في جبل جحفان عام 36 في شهر رمضان برضو، والحمد لله إصابة بإذن الله بليغة شوية، لكن الحمد لله رجعنا. كيف كانت الإصابة؟ وين جاتك الإصابة؟ الإصابة في البطن وفي الظهر وبرضه في الكتف، وما زالت الشظايا في الوجه، لكن الحمد لله. عبارة كانت عن مقذوف ولا؟ مقذوف مدفعية. نعم مقذوف. صحيح. ما أخذت فترة العلاج؟ شهر والحمد لله رجعت مع زملائي ساعدهم بإذن الله، ومهما سوينا الوطن هذا نرخص أرواحنا عشانه، بيض دمها الوطن كفاية علينا الحمد لله. بيض الله وجهك، وهذا مو بغريب عليكم. جميع أبناء المملكة العربية السعودية يتمتعون بالشجاعة والإقدام والانتماء، وإحنا اليوم حقيقة تشرفنا بأن نكون معاك. لنا الشرف يا خالد، وأخويانا ما شاء الله يعني كلامهم يغطي على كلامي، حضرة الضباط وزميلي الرقيب أول أبو علي، وإن شاء الله بإذن الله إننا موجودين هنا بإذن الله منتصرين بفضل الله، بفضل الله إن شاء الله. في هذا الخندق ومع هذه الأصوات عشنا لحظات نتمنى أن تكون وصلت من خلالها الرسالة بالشكر والثناء والتقدير لهذه التضحيات وهذا العمل الدؤوب والكبير من جنودنا البواسل. ولنا لقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم فرسان الحزم في هذه الأجواء الرمضانية في أمان الله. انسحاب من هذا الموقع لوصولنا إلى العربات التي تقلنا العودة إلى المواقع الخلفية. واحد سلاح يمين واحد سلاح يسار.